المسائل الثلاثة. دي تري اسينسيال لبونتنا. المسألة الأولى أننا لا بد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات هذه الأولى. The first that we enter Allah سبحانه وتعالى ينص حردمة وهانس نافنا المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. That we enter Allah سبحانه وتعالى يتلبيلسه وإن نهار التلبيت الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان نبي ولي جني صالح ملك الله سبحانه وتعالى بلي كيف نعيد وهن هنا هن كيف نعيد مات نون بلي سات أو بسم عبادة وموت دوارة انجلر أو اللي بروفيتر اللي اندري أندر نعم المسألة الثالثة ما كيف يعتقد المسلم عن غير الدين الإسلامي الشيء الثالث هو لا يعتقد أن الإسلام هو الحق وأن أي دين يأتي غير الدين الإسلامي هو دين باطل ولا يمكن أن يرضى به يجب أن الإسلام هو الحقيقة الإسلام

Og med dette så, så frigjør han seg selv fra å delta i deres høytider. Eller kle seg som dem, eller gjøre som dem. Men med alt dette, etter at det er sagt, så... Uh, uh, vi på vi har med dem. يعني لا يمكن ان لهم بالقتل او بالسب او باخذ الاموال ندعوهم الى الله. Vi dem الله نحب لهم الخير وهو الدخول في الدين الاسلامي نخاف عليهم من النار vi dem ال... نابد ان ننصح لهم ونكون صادقين واضحين معهم والله اعلم Og vi må, vi må ville dem godt og råde dem og tilkalle dem til islam.